الله جلوجات. Oh man, this is the most racist state I ever been to is Montana. They're so fucking racist. Trust me, bro. This is the shitty state. I would never fucking go back here. The most. درا معكم تراك باوت. جيت درا قلت غير نهضر على الموقف العنصري اللي طرا لي في هذه الولايه ديال مونتانا. المهم اليوم الصباح الدراري كان فايق فقت عادي غادي داير ريموت الميكانيك مشيت صايب. خطره وحده كنمشيو عند واحد الكراج ديال واحد البويل ديال هنا ديال هذا الهامش هذا العنصريه. ديت لهم الريموت. الدري كيوقف معايا والدري كعارف باقي المغاربه عندنا ديك الاكسنت وباش سمعونا كندوي بالمغربيه ما عجبهمش الحال كيقولوا لنا اه تشيك يور تراك اوت اوف هير حي التراك ديالك وخرج من هنا بالدرايف واي صافي قلت الدري عادي خرجت انا دويت معاه وقلت له كان وي يوز يور درايف واي تو ميك يو تيرن وبحال بغاو يغمقوا على الدري والدري حتى هو سمعهم قالوا له هذا راه باينه سمارت صحاب لهم انا زعما سمارت anyways ما خلاونيش نميك لي يوتيرن وباش بغيت نميك لي يوتيرن كيوح لي الرموك في الثلج وهما عندهم الكراج بقاو كيضحكوا عليا بقاو كيضحكوا علينا خلاونا ما بغوش يعاونونا صاحبي حيتاش حنايا عرب حيتاش حنايا فورينز وي ذيس از ذا موست racist سيتويشن I've never been to since I came to the states I've never been in this fucking position ever. عمري ما تعرضت للعنصرية. But I just want to say fuck Montana. You guys are racist. But I just want to say fuck Montana. You guys are racist and I would never go back here. It's your shitty state. ما عادش نرجع لهاد المونتان. ما علينا. وباش شافونا وحنا عيطنا للسيرفيس وما لقيناش شي طوين كامباني لقيناهم هما عندهم طوين كامباني تهضرنا معاهم قلنا خرجونا كدويت مع الاونر قلنا 250 دولار صافت لنا واحد الشركه ديال الطوين باش يخرجونا صافي خرجونا متل جوج دقائق دار السلسلات في عيني خرج حتى كيعطيني ورقه كيعطيني ورقه فيها 500 دولار خلصت 500 دولار على جوج دقائق ومبغاوش يعاونونا علاش اصاحبي علاش دخلنا لدوك دخلنا غير الرستور ناكلو كيبقاو يشوفوا فينا واحد الشوفات بحال يور نا ويلكم هير غير بويض وعاد حنا بويض وعاملونا هكا تخيل شي عزي يجينا راه عوازا صاحبي راه هنا راه دايرين واحد الساين دايرين دوك العلامات ديال العنصريه الساين ديال الكروس دوك الساينز ديال ريسيس وي برا دابا كنبغيت نشارك معكم التجربة ديالي مع الاكسبيرينس ديال العنصرية وبالتالي فاك مونتانا وبعدو منها الطريق ديالها تلج وعذاب رموك وحد بعدو من مونتانا دراري انا دابا كنتواجد في ولاية مونتانا هاد ما عمري ما شفت شي ولاية عنصرية حتى جيت لهاد الولاية تعرضت لبزاف ديال المواقف عنصرية صراحة ماشي عنصرية ولكن هاد الناس كاملين هاد الولاية عنصريين ديال بصح دخلت هنا كيبيعوا شي كيبيعوا داك الارج ديال مدينتهم ديال داك الارج الحضاري ديالهم ديال السيوفه هنا فين كانت واحد القبيله ديال الهامش القبيله اللي كانوا كيقتلوا السود هادو عنصريين وهاد الولايه الا جيت انت عربي شافونا نهضروا بالعربيه انا والدري كيبقاو يشوفوا فيك المهم الدراري هادي هي هذه هي العنصرية ديال بصح في هذه الولاية ديال مونتانا في الويس هنا الدراري معكم بايلد الدراري والله العظيم ما عمري في حياتي ما تعرضت للعنصرية حتى جيت تقريبا لهذه الولاية ديال مونتانا ما عمري ما شفت العنصرية وتعرضت للعنصرية في ميريكان حتى جيت لولاية مونتانا عشير الناس عنصريين ديال بصح في هذه الولاية لواحد الدرجة دايرين شي عبارات عنصريه في اي بلاصه دخلت لواحد السطور ديالهم هنا كيبيعوا داكشي انتيك ديال المدينه داكشي قديم دايرين شي علامات ديال العنصريه ديال دوك الهامش اللي كانوا كيقتلوا يقتلوا السود عنصريين بزاف صراحه ما تعنصروش عليا ولكن والغليظ باش مريض بالشحمه والقديد والغليظ باش مريض بالشحمه والقديد هنا واش
كما كنكون ستريسي كنقص حتى القص هو الحل. ولا بلي هي ماشي كتقصير بلي هي كت شوف كتج خصوصا شو عندك القص ولا كانت معاك شي انت لابس نصكم وكتقول لي كتقول لي البرد اييه بقينا في هاد المونطانه والله تيشدوا لنا يديروا لنا قديد هنا عنصريين اصاحبي عنصريين شبالك ناكلوا نهربوا